بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حابب اقول كلمتين بس كده للناس اللي ماسكه الكوره في مصر، من اول وزير الرياضه استاذ اشرف صبحي لحد روي فيتوريا. احنا زهقنا كوره، واحنا زهقنا ان احنا نقول ما عندناش منتخب، وزهقنا نقول اصل دي امكانياتنا، وزهقنا نقول اصل مش عارف. بقول لكم ايه يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، بس الكوره في مصر من 2010 لحد دلوقتي، من ساعه ما حسن شحاته ساب المنتخب، وهي كلها مجاملات. الكرة مجاملات في مصر، والله العظيم ثلاثة كرة مجاملات في مصر. وعشان ما فيش مجاملات في أي بلد تانية، بتلاقي فرقة زي أثيوبيا بتعمل عليك مباراة، بتلاقي فرقة زي مش عارفة غينيا بتعمل عليك مباراة، تلاقي فرقة زي تونس كنت بتاكلها كده بتعمل عليك مباراة، تلاقي فرقة زي مش عارفة مين بتعمل عليك، أي فرقة كبيرة صغيرة بتعمل عليك ماتش وبتعمل عليك شغل. معلش يعني مع احترامي ليك، شغل اللي تأدب في الكوره، اللي بيلعبوا كوره فاهمين اللي انا بقوله. يقول لك ايه ده صايع كوره، ده مش صايع كوره، دول قلالات الادب في الكوره. اللعيبه دي قلالات الادب في الكوره. ايه القرف اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ ايه البي اللي بيقفش بيض ده اللي اسمه ابو جبل ده طالع بيقفش بيض، وقبلها برده كوره منيله ب 60 نيله طالع يجري ورا المهاجم بتاعهم بيطلعه بره 18 وحطها ما بين رجله الكوبري، لو واحد تاني وراه كان حطها جول. ايه يا عم ابو جبل؟ ايه يا عم ابو جبل اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه يا عم عيوني اللي بيعدي منك ده؟ يا عم عمر يا جبر ولا علي يا جبر، اسمه ايه؟ اه علي جبر ده. ايه يا عم علي يا جبر؟ وايه يا عم محمود يا حماد؟ ايه ده؟ ايه القرف اللي انا شفته؟ ايه القرف الكروي ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ مين دول بيلعبوا منتخب مصر دول يا جماعه؟ ادي حال ام المنتخب من غير الاهلي يا جدعان، ومن غير لعيبه الاهلي. ومش بقول كده عشان اهلاوي عشان زملكاوي، انا بقول لك ادي ده مستوى ام الفرقه في مصر. ده مستوى الفرقه بتاعت منتخب مصر. عارف اقول لكم على حاجه؟ في اعلاميين من الخليج قالوا هاتوا الاهلي يا جماعه يلعب هو منتخب مصر وحطوا معاه بدايه العناصر بقى، يعني هات زيزو، هات صلاح، تريزيجيه، حجازي، بس هاتوا الناس اللي محترفه مع فرقه الاهلي ودمتم بخير. الباقي كله معلش سكه، انا اسف يعني مع احترامي لكل الباقي بقى، مع احترامي لكل الباقي مفيش دوري في مصر اصلا يا جدعان. واحنا عندنا كوره في مصر؟ ايه المنتخب ده؟ ايه يا عم روريا فيتوريا؟ اتصدمت التونس؟ اوه لا الله، لقيت فرقه تقيله، انا اول مره الاقي فرقه تقيله، عمالين بس يمجدوا فيك. كسبنا 8 مباريات متتاليين، الراجل الوحيد اللي في السنه الاخيره او في السنه دي هو الوحيد اللي كسب 8 مباريات متتاليه، ده رقم خزعبلي، ده رقم تربتلي. وبطل يا عم التنطيط انت وهو والتطبيل بقى، كفايه بقى، زهقنا يا عم كوره، زهقنا. زهقنا من 2010 ما شفناش مباراه عدله لمنتخب مصر. ارحموا ابونا بقى، احنا بنشجعكم عشان خاطر بنحب بلدنا بس بس، لكن انتوا بتقدموا ببيك كروي. مش عاجبك الفيديو ما تتفرجش عليا، اعمل لي ان لايك ان فولو واخرج، عشان انا مش هقول الا الحقيقه. اللي انا شايفه قدامي ده اسمه ببيك كروي، لا صلاح ولا مصطفى محمد ولا علي جبر ولا محمود حماده، في 3 4 5 لعيبه تاني. محمد حقيقي مين؟ انا محمد حمدي ده، وابراهيم عادل بتعمل ايه؟ ابراهيم عادل هو في يا جدعان؟ مصطفى محمد كل ما يستلم كوره يبرش، كل ما يستلم كوره يبرش، هو ده منتخب مصر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في اللي ماسكين الكوره من اعلى مستوى لحد ادنى مستوى. السلام عليكم.